مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كرات اللوتس بثلاث مكونات وكتير كتير طيبة ورح تعجب ان شاء الله الجميع. بدنا نعملها طريقتين، بهيدي الطريقة وبهيدي الطريقة، كتير كتير طيبة. شايفين منا شكل بشهي، واو شكل روعة، كتير طيب. نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شيء عنا نسلي بسكويت اللوتس ومرطبان اللوتس، بدنا نحط البسكويت بقلب المكنة. حطيت 10 علب بسكوت، بدنا نعمل هلا، بدي اشيلهم وحطهم بجار. حط فوق زبدة اللوتس، نسلي يعني حطينا 3 معالق طعام من اللوتس و5 معالق طعام نسلي، بعجنهم مع بعض. هلا بضل ضيف نسلي ليصير عنا عجينة متماسكة تتماسك مع بعض. رح ضيف بعض نسلي، ما فينا نضيف دفعة واحدة عشان ممكن تطلع العجينة رخوة. هيدي العجينة المطلوبة، شايفين كيف صارت متماسكة. هلأ بدي اعملهم كرات، نعمل الكرات بهيدا الشكل. الكرات الحجم اللي انتو بتحبوه بتعملوه، نضغط عليها بهيدي الطريقة، شايفين كيف بهيدا الشكل. بحطها بالصحن نفس الشي، بنحاول الكرات قد ما فينا يكونوا نفس الحجم، بنضغط عليهم منيح. عم نعملهم لهول الكرات بس بثلاث مكونات. دوبنا 2 ملاعق طعام من زبدة اللوتس، هلأ منرشهم على الصحن، نحطهم على الصحن بهيدا الشكل. كمان على هيدا الصحن قبل التقديم شو بتعملوا، هولي رح اترككم بهيدا الشكل. هيدا الصحن رح اعمله طريقة تانية، بتحطوا نسلي بهيدا الشكل، وبحط مع النسلي زبدة اللوتس هيك شكل عليهم، شايفين هيدي قبل التقديم اذا بدكم اياها بهيدي الطريقة. شكل كتير رائع. هولي كرات اللوتس اللي عملتهم انا وياكم بثلاث مكونات فقط، بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.